كوتش اللاعب الاخطر زاكري بطاره البلوك شوت. ما معقول يا هاول هاول، ما معقول، ما البلوك شوت كيف قدر لحقه لريك زاكري؟ ما حدا بيعرف، بروس اصابيعه قدر لحقه، بيخترق وبيعترض رولاندو هاول. بالفعل لاعب عم يتاقلم بشكل كثير كبير بالفتره الاخيره مع فريقه، بتعرض للبلوك شوت رولاندو هاول، استعراضي وفعال بامتياز اللاعب الامريكي رولاندو هاول. بيخترق على السله، بتعرض للبلوك شوت. بيتعرض لبلوك شوت من رولاندو هاول. شوت جراي بيتعرض هالمرة للبلوك شوت من رولاندو هاول. بلوك شوت جديد كمان من رولاندو هاول، عم يكون شكر بالديفنس رولاندو هاول. رولاندو هاول ما معقول، رولاندو هاول اليوم يسجل ماركوس مالفن. ودائما بتمريرات حاسمه من رولاندو هاول. رولاندو هاول بيقطع الكره. رولاندو هاول كمان مهارات اليوم كبيره، هاول وتمريرات. رولاندو هاول يعمل ستير. رولاندو هاول كمان رولاندو هاول ليش وش اليوم؟ رولاندو هاول ما معقول كمان ستير. رولاندو هاول بيعمل ستيل. رولاندو هاول حلو كثير هالدرايف اللي بيعملها هاول. كمان ستيل من رولاندو هاول ونقطتين جديد لرولاندو هاول. متابعة من رولاندو هاول، فعالية عالية لرولاندو هاول، 10 نقط لإله بالجيم، أفضل سكورر في فريق الحكة عم يكون رولاندو هاول. خطأ وسلة لصالح رولاندو هاول. رولاندو هاول I love this game. ولا اجمل من هيك ريليشن بين ماركوس مالفن ورولاندو هاول، والاخير سجلها بالطريقه الاجمل. رولاندو هاول بيعمل فات تحت السله، بيسجل رولاندو هاول. ممتاز ممتاز هاول بهالحركه تحت السله. هاول اند وان لرولاندو هاول.
this game. وهاول بيستعرض. وغطاسر رولاندو هاول، ما معقول شو حلوة هالسلة، ما معقول شو حلوة هالسلة من رولاندو هاول، يعني راسه وصل للرم رولاندو هاول. ريباوند هجومي لرولاندو هاول يلي عم بيسجل نقطتين ثلاثة فريقه. رولاندو هاول هاي بلوك جيم حلو كثير هالبلاي. ريباوند فطلع رولاندو هاول عم يفتح سبيس تحت السلة، هاول بيسجل. رولاندو هاول تحت السلة يلعب على جو فوغل بيسجل. رولاندو بيسجل هاول نجم الكوارتر الثالث. هاول بده يجرب يلعب على السلة وهذا الشيء اللي عم يعمله هاول بيسجل. هاول عم بيسجل نقطة ال 11 تحت السلة. بيسجل رولاندو هاول لاعب ارتكاز الحكمة لما يستلم تحت السلة كثير خطر. رولاندو هاول حلوة هالمتابعة من رولاندو هاول. رولاندو هاول يعمل السين وبروح على السلة. رولاندو هاول وبيسجل بطريقة سوبر استعراضية. رولاندو هاول ومعه بيحصل على الخطأ وبيعيد التقدم لصالح فريقه.